ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير، بعد التحية، بعد ساعات قليلة تبدأ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بعد ما يقارب ربع قرن، ما الذي يعنيه رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة؟ يعني هي بترأس الاتحاد في مرحلة حاسمة، ونلاحظ أن العنوان اللي اختاره كل أنت عارف كل سنة الاتحاد الافريقي بيختار عنوان للقمه. صحيح. بيبقى هو ده التركيز عليه خلال السنه. ففي 2019 اختاروا عنوان اللاجئين والهجره والنازحين القسريين. صحيح. هذه مشكله ذات يعني شقين. شق سياسي وعسكري، والشق الثاني اقتصادي. طبق المبادرات اللي بتعد لها مصر وهتقدمها اللي هي التنميه. التنميه الاقتصاديه والتنميه البشريه وتنميه المرافق والتنميه الصحيه. لو مسكنا الشعار اللي رفعه القمه السنه دي، مصر تستطيع ان تقوم به دور مهم، وهو يعني التغلب على اسباب اللجوء والنزوح، لان النزوح هو بيبقى داخل البلد، يعني ينتقل من مدينه الى مدينه اخرى او من قرى الى مجموعه قرى اخرى. اللجوء بيلجا الى دوله ثالثه، يعني او دول الجوار. ده بيبقى نتيجه عده اعتبارات، اهمها النزاعات المسلحه. فده ظاهره في افريقيا انتشرت في السنوات الاخيره، وبقت النزاعات المسلحه عندنا في جنوب السودان. في اكثر من 2 مليون نسمه من جمهوريه جنوب السودان لاجئين في دول المجاوره، وفي نازحين داخل الجمهوريه نفسها. تمام. عندنا في ليبيا، عندنا في الصومال، في عده دول اخرى. تمام. وهذا هو هذا هو السؤال سعادة السفير، إلى أي مدى تستطيع مصر تحت قيادة يستطيع الاتحاد الأفريقي تحت قيادة مصر وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يتحدث عن الأمن والاستقرار وضرورة تغليب الاستقرار حتى نتمكن أو تتمكن الدول من تحقيق رخاء واستقرار اقتصادي بشكل عام، إلى أي مدى تستطيع مصر أن تنجح في الحديث حول هذا الأمر وأن تقنع الأشقاء الأفارقة بضرورة وجود هذا المناخ المستقر خلال المرحلة القادمة؟ بلا شك ان مصر بثقلها الافريقي ودورها في تاسيس منظمه الوحده الافريقيه اللي تحولت للاتحاد الافريقي بيبقى لها ثقل، ولكن العمل داخل الاتحاد الافريقي غير العمل داخل مصر. داخل الاتحاد الافريقي رهن باراده عده دول، سواء دول اقليميه او الدول اللي فيها الصراعات نفسها. ولناخذ ليبيا مثالا، فليبيا في تدخلات اقليميه، تدخلات دوليه، الجماعات المتصارعه في الداخل. فده عاوز مجهود مشترك، مجهود مشترك مع كل دول الجوار، وايضا للدول اللي بتدعم، كل واحد بيدعم طرف او اخر. فبالتالي هنا العمل الجماعي، لان اي مبادره هتقدمها مصر وهي قادره على تقديم الكثير من المبادرات بما لديها من خبره، سواء في مجال التنمية الداخلية في مصر أو مساعدتها للدول الأفريقية، ولكن ده إذا كان في إطار الأمر يتطلب مجهود جماعي بكل تأكيد. محتاج أولا قرار، محتاج قرار من الاتحاد. تمام. أول حاجة. تاني حاجة، محتاج آلية لتنفيذه. احنا عندنا مجلس الأمن والسلم الأفريقي ومصر عضو فيه من بقى لها سنتين. صحيح. فالمجلس الأمن والسلم الأفريقي مع المفوضية الاتحاد يستطيع ان هم يفعلوا شيء مع الدول الرئيسيه في افريقيا. عندنا مصر، جمهوريه جنوب افريقيا، عندنا نيجيريا، عندنا دول اخرى في المغرب الافريقي، في الغرب الافريقي، وفي الشرق الافريقي كينيا، وعندنا اثيوبيا. يعني هناك مجموعة دول تستطيع أن هي تكون مجموعة عمل، وهذا ما يعني ما نأمل فيه خلال المرحلة القادمة بكل تأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كل هذه التوضيحات.